السؤال الأول تقول فيه صاحبته: السلام عليكم، صديقتي كانت منفعلة وحلفت يمين بالله وأن دينها عليها حرام إن فعلت كذا وكذا، وهي لا مفر من فعل ما فعلت علي ما حلفت عليه، فما حكم الدين في ذلك وماذا تفعل وبارك الله فيكم؟ أقول وبالله تعالى التوفيق في هذا. هي يعني حلفت بأمرين، الثاني منهما معظم ومحرم، محرم شرعا أن دينها عليها حرام، وهذه من الأيمان التي يحرم النطق بها والتلفظ بها، وهذه يجب منها التوبة والاستغفار على كل حال، سواء يعني فعلت أو لم تفعل. لا يجوز الحلف بمثل هذا، تحريم الدين وتحريم العبادة، تحريم الصيام، تحريم الصلاة وكذا، كل هذا يعني لا يجوز للإنسان أن يحلف به، ويحرم عليه مثل هذه العبارات، ويخشى على صاحبها يعني من الكفر والعياذ بالله. لكن عليها التوبة والاستغفار، توبة النصوح لله عز وجل لا تعود لمثل هذه اليمين وهذا الحلف. وأما حلفها بالله فهذا يمين بالله تكفر، فإن رأت أن غيرها ما حلف، أن يعني غير ما حلفت عليه لابد منه ولا بد من فعله وتخالف يمينها فتفعل، فلتفعل ولتكفر عن يمينها ولا شيء عليها إن شاء الله. فهنا هذه كمين بالله تكفر فيها كفارة يمين، فمن فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فهنا عليها كفارة يمين، كفارة اليمين عندنا مقدرة حسب دار الإفتاء الليبية في ليبيا يعني ب4 دنانير عن لكل فرد من 10، أو هي بمقدار يعني إطعامهم من الطعام 2 كيلو جرام من الأرز تقريبا، أو 2 كيلو ربع، فهذا يجزيها إن شاء الله لكل فرد واحد من 10.